في أعالي جبال الأطلس المتوسط تعيش ساكنة مركز تقجيوين المكونة من 500 أسرة، أسر تعيش في محنة كبيرة نظرا لصعوبة المنطقة وقساوة المناخ، فهي في حاجة ماسة إلى خدمات اجتماعية وصحية. ورغم توفر المركز على ممرض دائم ومصحة، فإن الساكنة تنتظر قدوم الدورية الطبية. نحن ساكنة مركز تقجيوين، لا يتوفر لنا إعدادية، أبناء المركز بدون دراسة، وليس عندنا مستشفى، ونطلب مساعدتنا وانظروا في ظروفنا القاسية، لأننا نفتقد مجموعة من المرافق. ساكنة الدواوير القريبة تقطع أكثر من 12 كيلومترا للحصول على الاستشارة الطبية وبعض الأدوية، مثل هذا الطفل الذي تعرض لعضة كلب. المندوبية أعدت واحد برنامج شامل لفك العزلة، معالجة سكان الدواوير اللي كتعاني من أثار البرد، وفق واحد البرنامج مسبق ومعروف في الزمان والمكان، بحيث ان اقليم ميدلس عند تقريبا كيضم 411 دوار، منها 205 كتعرض للعزله في اي عند التساقطات ديال الثلوج. الانخفاض الشديد لدرجة الحرارة والتساقطات الثلجية أصبحت تثير تخوف الساكنة، وخاصة الدواوير المعزولة التي تعاني أكثر من هجمات الكلاب الضالة.